ندعوكم للانضمام إلى قناة إلهام شانيل عبر الضغط على زر الاشتراك الأحمر، وإذا أردتم التوصل بجديد فيديوهاتنا فور نزولها اضغطوا على الجرس، ولا تنسوا دعمنا باللايك إذا أعجبكم الفيديو، وأيضا شير إذا أردتم إفادة غيركم، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مره اخرى في القناه ديالي دائما الهم شانيل. جسبا ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا نشطين، تكون الامور ديالكم ان شاء الله مزيانه وفي التمام. لجميع السيدات والجميع الحبيبات الوفيات على القناه ديالي دائما الهم شانيل، دونك لا فيديو ديال اليوم هي وصفه مخصصه للشفتين، مخصصه لتقشير الشفتين بامتياز ومام طون ترطيب الشفتين ولتحمير الشفتين، لانه بزاف السيدات كيقلبوا على داك اللون الاحمر سواء كان الفاقع او لا اللي كيكون بدرجات قليله او لا داك اللون الغزان ديالو. فان شاء الله كل هاد الامور نشرحها لكم في الفيديو في طريقه الاستعمال وطريقه التحضير. وصفه اليوم سهله مهله، ديجا في القناه قدمت لكم واحد الوصفه للشفتين ونالت الاعجاب العديد من الحبيبات، فجيتكم ان شاء الله بوصفه اخرى اللي كنتمنى حتى هي تنال الاعجاب ديالكم. اهم شيء كيف ما كنقول لكم في مقدمه الفيديو، بزاف السيدات حفظوها تبارك الله، هي انكم من وراء ما تجربوا اي وصفه طبيعيه كانت مقدمه لكم دائما من طرف القناه ديالي الهام شانيل، سواء في التخصيص سواء في التبييض سواء الشعر سواء في الجسم بصفه عامه، فان فتجربوها بعد واحد الاسبوع او اسبوعين لو ماكسيموم اي على الاكثر، تجيو تحت من هذاك الفيديو اللي جربتوا الوصفه ديالو تخليوا لنا التعليقات الاقتراحات الاستفسارات، واهم شيء هي النتيجه، يعني النتيجه ديالكم بعد ما جربتوا داك البرودوي اولا ديك الوصفه اولا دوك المنتوجات، فتخليوا لنا لي كومونتير ديالكم كيفاش جاتكم الوصفه، اكيد واش عجبتكم ولا ما عجبتكمش، واستفدتوا منها ولا ما استفدتوش منها، واش فادتكم ولا ما فادتكمش. هادشي كامل كنرحب به في لي كومونتير دائما وابدا، واكيد اي سؤال اي اقتراح بخصوص اي موضوع كان، يعني اقتراح ديال الفيديو او اي شيء، فدائما على الراس والعين، وسي كنرحب به في لي كومونتير، وسي كنرحب كل هاد الاشياء في لي ريزو سوسيو ديالي في لاباج اوفيسيال فيسبوك بالنسبه للسيدات اللي كيبغيو الاقتراحات ديال الوصفات. ف ما تنساوش انكم تابعوني في لاباج اوفيسيال فيسبوك ديالي، غنخليها لكم في صندوق الوصف، كما سالا بغيتو تعرفوا على بزاف ديال الامور كتخصني وكتهمني، وحتى نتوما تبارطاجيو معايا داكشي اللي عندكم، فكنرحب به دائما في لاباج اوفيسيال. كما سبق لي وذكرت جميع لي زانفورماسيون غتلقاهم في الديسكريبشن بوكس اولا في لا باغ دافو ولا في صندوق الوصف. على بركه الله ما نطولش عليكم اكثر من هذا، نمشيو للمكونات الوصفات وطريقه التحضير وطريقه الاستعمال. واول مكون غادي نحتاجو ليه في هذه الوصفه السحريه اللي هو سكر سنيده الخشن اللي كيجي بهذا الشكل هذا باللون الابيض، ماشي سكر سنيده البني، لانه كاينين جوج الانواع اللي متوفر عندكم عملوه، حتى البني حتى هو زوين، ولكن كنصح بهذا الابيض لانه انا شخصيا كيجيني كيقشر مزيان، كيقشر دوك الخلايا الميته سواء كانوا في البشره او كانوا في الشفتين. فهنا الكونتيتي اللي خديت تقريبا واحد 3 المعالق صغار ديال سكر سنيده، ممكن تعملوا الكونتيتي اللي بغيتوا على حسب عدد افراد الاسره وعلى حسب نتوما وشنو كتبغيو وشنو كتفضلوا. اكيد بالنسبه لسكر سنيده معروف عليه التقشير منذ زمن طويل جدا، ممكن تبحثوا عليه سو انترنيت وتلقاو الفوائد ديالو وتخليوها لينا في خانه التعليقات. و يعني الناس كيستعملوه للتقشير وكيخلصنا كما سبق لي وذكرت من الجلود او الخلايا اللي كتكون في البشره وسيم الشوائب ومن الاوساخ. بالنسبه لثاني مكون هو حليب او كريم مخصص للشفتين، هنا خديت واحد الحليب اللي كيجي باللون الغوزان ديال، لانه ديجا عندي جوج الانواع، عندي واحد الحليب باللون الابيض وعندي حليب باللون الغوزان ديال، وعندي اوسي حليب حتى باللون الاحمر. فان شاء الله غادي نحاول انني ننوع لكم بين هاد الحليبات اللي خديت يعني من الاسواق او المحلات التجاريه اللي كيكونوا مختصين للشفتين. دونك كاين حليب مخصص للوجه وكاين حليب مخصص للشفتين، تيكون بزاف ديال الالوان على حسب الدرجات اللي بغيتو نتوما. هنا خديتو باللون الغوزان ديال، صراحه لا كيرطب الشفتين وكيخلي لينا خصوصا الا بتو يعني بهذا الحليب بوحديته، فكيخلي ليك اللون داك اللون الغوزان ديال البارد في الشفتين ديالنا، فكنصح به هو بشده. ولكن كاينين الحليب مختلف من بين حليب وحليب، فمثلا النوعيه اللي خديت باللون الابيض ما كتخليش نهائيا اي لون، يعني سامبليفيك وعاديه، عكس هذا اللي باللون الغوزان ديال واحد اخر عندي باللون الاحمر صراحه الله خديته غير مؤخرا، ف
حتى هو كيخلي دوك الشفتين باللون الاحمر الفاقع، وما كنصحش به، كنصح غير بهذا اللون الغوزان ديال اللي هو بارد، ولكن اكيد كاينين سيدات كيبغيو داك اللون، فاكيد كاين اختلاف في الاذواق وكاين اختلاف بزاف ديال الامور، وهذا الشيء كيبقى اكيد شخصي، حريه شخصيه ما كندخلوش فيها نهائيا. فاي حاجه تبغيوها، اي لون تبغيوه عملوه، واي حاجه ما تبغيوهاش اكيد وما تحبوهاش وما تفضلوهاش ما تعملوهاش، كما كنقول لكم ابدعوا كما تشاؤون. انا شخصيا عجبني هذا اللون اللي كيكون بالغوزان ديال حتى اللون الابيض، لانه باغفوا ما كنبغيو حتى لون، باغفوا كنبغيو غير الشفتين ديالنا طبيعيين يكونوا يعني في الطبيعه ديالهم، غير يكونوا بلا قشور ويكونوا رطبين، اكيد هذه اهم شيء. فالناس اللي كيبغيو لي كولور وكيبغيو الالوان، فاكيد هذاك الشيء كيبقى اختياري. وانا هنا خديت الحليب اللي كيكون مخصص للشفتين او الكريم، ممكن تقلبوا عليه في الصيدليات، ممكن تقلبوا عليه في الاسواق المغربيه وسي في المحلات التجاريه الكبرى، هذا الشيء كيبقى حتى هو اختياري. على بركه الله الان غادي نضيف سكر سنيده للحليب ديالي كما غتشاهدوا كنعمل، نحاول نبعد باش يبان لكم شنو كندير. كما شفتوا بالنسبه للسيدات اللي باغين يعملوا في الوصفه العكر، ممكن تاخذوا العكر ديالكم وتقطعوه دي مورسو، من بعد ذوبوه في حمام مريم، وداك السائل ديال العكر سواء كان باللون الاحمر اولا باي لون كما قلت لكم من الحاجه اللي تحبوها عملوها، فممكن تضيفوا داك السائل اللي ديجا مذوبين في حمام مريم على هذه الوصفه ديال الحليب وسكر سنيده، ومن بعد تعملوها للشفتين ديالكم. بالنسبه للسيدات اللي كيقلبوا على الالوان، اما الناس اللي كيقلبوا على شفتين طبيعيين فغتعملوا غير هذا الحليب اللي كيجي اما باللون الغوزانديه او باللون الابيض على حسب نتوما شنو بغيتوا، وسكر سنيده، وتطبقوا الوصفه بالصحه والراحه. اما الناس اللي باغين دي كولور فممكن تاخذوا عكر، ممكن تاخذوا اي حاجه عندكم فيها لي كولور وتعملوها في هذه الوصفه السحريه. غادي نحاول نضيف سكر سنيده لانه الوصفه باقا عندي نوعا ما شويه سائله، وغادي نعاود نخلط حتى تعقد ليا شويه، يعني هنا صراحه لما ضفتش كونتيتي كثيره ديال الحليب، تقريبا واحد ملعقه ونصف ديال هذا الحليب السائل اللي كيكون مخصص للشفتين. بالنسبه للسيدات اللي ما باغينش هذا الحليب او لما لقاوش، ممكن تلجؤوا غير الفازلين باللون الابيض اكيد، وكتكون بلي كولور حتى هي، يعني كتكون بارفوا بالورد، يعني كتكون مايله شويه للغوزانديا، بارفوا كتكون بالحامض، واكيد كيكون اللون ديالها ابيض على حساب الفازلين. اكيد راه كاينين اشكال وانواع، فاش كنمشيو للسوق كنبقاو حايرين شنو ناخذوا، فالحاجه اللي تناسبكم عملوها. ممكن حتى هي تذوبوها في حمام مريم، هانتوما الوصفه كيفاش كتجي في القوام، كتجي غزاله بزاف. فكما سبق لي وذكرت، ممكن تذوبوا في الفازلين في حمام مريم باي كولور بغيتوا، اكيد الكولور اللي لقيتو في السوق، لانه كاين بعض الاسواق ما فيهمش لي كولور اكيد، فتاخذوها وتذوبوها وتعملوها مع سكر سنيده، ومن بعد تعملوا العكر مذوب. فهذه حتى هي من بين الاشياء الرائعه جدا. هنا كيبقى الاختيار ديالكم، ولكن هنا انا ما بغيتش نستعمل الفازلين لانه هذا الحليب صراحه كيجيني افضل، وديجا مجربه الشفتين ديالي، داكشي علاش بغيت نتقاسمه معكم ونبارطاجيه معكم بلا ما نذكر الاسم ديالو. خمسه اي حاجه حبيتوها تعملوها، واي حاجه ما حبيتوهاش ما تعملوهاش. شوفوا القوام ديال الوصفه رائع جدا جدا جدا، بداك سكر سنيده الوصفه كتجي معسله وغزاله بزاف، ومنطون فيها واحد الريحه كتهبل يا البنات، ريحه هذا الحليب غزاله 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 بزاف صراحه الله. فيه الياسمين، فيه ريحه الفاني، في ريحه العسل، ومن طنفة غزال غزال غزال. الثمن ديالو ما غاليش صراحه الله، يمكن خديته بواحد 40 درهم مغربيه، ولكن الكونتيتي ديالو كثيره بزاف وزوين وإفيكاس اوسي، غتلقاوه في المحلات اوسي، ممكن تلقاوه في يعني الناس المختصين يعني في بيع مواد الجميل، فممكن تلقاوه عنده حتى في الاسواق راه متوفر، يعني على حساب نتوما وشنو فضلتوا، ولكن دائما كيبقى الشواء او الاختيار ديالكم كيبقى راجع ليكم. والوصفه كتولي ليا بهذا القوام اللي هو قوام كريمي وقوام ماشي سائل نهائيا. بعد ما صبح لكم بهذا الشكل هذا، غتطبقوه على الشفتين ديالكم وانتم كتفركوا، من بعد غادي تاخذوا غير لانجيطا ولا قطع قطن وتمسحوا بها الشفتين ديالكم، ديك سكر سنيده يحيد، ومن بعد ممكن تبقاو بالوصفه ليله كامله يعني بداك الحليب. ممكن
تبقاو فيه هاد الشيء. الناس اللي كيبغيو اللون كما قلت لكم هاد اللون هذا ديال هاد الحليب كيخلي الشفتين بواحد اللون طبيعي، واللون غوزانديان غزال بزاف، يعني ماشي داك الغوزانديان المعيق كما كنقولوا حنا، غوزانديان طبيعي. والناس اللي كيبغيو الالوان راه عطيتكم طريقه ثانيه، هي انكم تاخذوا العكر ديالكم يعني تقسموها ولا تقطعوه دي مورسو ومن بعد ذوبوه وتعملوه في هذه الوصفه، حتى هو غيكون افيكاس ورائع جدا. وهذا الشيء اللي كاين للبنات بخصوص هذه الوصفه السحريه. كنتمنى انها نالت الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش علينا باللايك ديالكم باشتراككم للقناه بانكم تضغطوا على زر الجرس، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي جميع الروابط في صندوق الوصف او في الديسكريبشن بوكس او في لا بار دانفو. وشكرا لكم اكيد على حسن المتابعه ديالكم لهذا الفيديو، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد عن قريب. خليت لكم الراحه والهنا، والسلام عليكم.